يا الله مع الشيخ إبراهيم أيوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا الله، فرحت باسمك البر. البر من البر، من الصلة. يا الله، لمن تشعر انك انت مهما تروح بعيد في واحد لا يمكن يقطعك. سألتكم بالله هذا الشعور، انك انت لو قطعت واحد وتشعر انه هو فجأة ممكن يقطعك ويسيبك، او انك انت مثلا سويت شيء ما يرضيه، صعب انك ترجع له وتدخل عليه الا الله. نسوي احنا كل ما نريد ونرجع له نلاقيه هو اللي يوصلنا حتى لو قطعناه. الله الله الله، هو البر. يصلك حتى ولو قطعته، يصلك حتى ولو أنك أسأت الأدب، يصلك حتى ولو أنك ابتعدت في مكان جدا بعيد، ينتظرك لتعود، لأنه سبحانه وتعالى هو البر الذي يصلنا برحماته، يصلنا بعفوه، يصلنا بمغفرته، يصلنا سبحانه وتعالى بما ينفعنا في دنيانا وفي أخرانا. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. عرفته؟ كفاية إني أنا أشعر أن هناك صلة دائمة لا تنقطع، مهما تقطعت الصلات، تقطعت الصلات فصلتي بالله لا تنقطع. مو شطارة مني، لأن الله دائم الوصال. فقولوا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. يا الله مع الشيخ إبراهيم أيوب.